بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على برنامج اوتوديسك اوتوكاد سيفر 3 دي. اوتوكاد البرنامج ده من البرامج المشتقه من اوتوكاد، فهتلاقي نفس القوائم اللي احنا متعودين عليها زي ما نشوف دلوقتي. سيفل 3 دي هو البرنامج ده من برامج البيم المهتمه بالشبكات. احنا عارفين برنامج الريفت والاشكاد والتيكلا والحاجات ديت اهتمامها اكتر بالبام. ده مهتم بالطرق اللي بين المباني وبين المدن، مهتم بالكباري، مهتم بالطرق، كل حاجه هنشوفها ان شاء الله مع بعض. دي الواجهه. اول ما البرنامج بيفتح ممكن اقول له انا عايز ملف جديد، او اقول له اوبن فايل، او دي الملفات الموجوده، ويقدر يفتح اي ملف اوتوكاد. ممكن لوحه اوتوكاد عادي تفتح هنا وتشتغل عليها عادي، هتلاقي الاوامر اللي احنا متعودين عليها. اقول له ستارت دروينج عشان يفتح لي لوحه جديده. تمام. بتلاقي في حاجات كتيره جدا موجوده في الاوتوكاد العادي زي الدرو، نفس الاوامر العاديه، موديفاي، اوامر التعديل، تقريبا هي نفس الاوامر، موضوع الليرات، الكليب بورد، وتقدر تعدي زي ما انت عايز. يعني ممكن قائمه هوم تنقلها هنا مثلا. تمام. قائمه درو اسحب واحطها مثلا هنا زي ما انت عايز. تمام. وهنا ممكن ان انا اعمل شريط صغير يكون فيه الفايلات، بحيث لو انا شغال على كذا فايل، يعني من قائمه فيو اقول له انا عايز فايل تابس، فهتبقى ظاهره قدامي بحيث ان انا اقدر افتح كذا ملف في نفس الوقت. ممكن يكون مثلا واحد فيه السكشن، واحد فيه البلان، واحد فيه مشروع تاني باخد منه اللوحات، فيبقى عندي لوح كده بدل منه. ولو انا الشاشه عندي صغيره يفضل ان اقفلها، او من هنا ممكن اقول له مينيمايز بحيث ان انا اصغر المساحه اللي انا واخدها، بحيث ان انا اركز على الشغل بتاعي. تمام. ودي برضو حاجات هنبدا ناخدها واحده واحده وندرسها مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله هيكون في سلسله كامله لشرح برنامج السيفل 3 دي. ممكن بس من هنا من دلتا شورت كات اقول له سيت وركينج فولدر، واحدد الفولدر اللي انا هحط الشغل بتاعي فيه. انا ممكن احدد اي فولدر واقول له اوكي مفيش مشكله. تمام. وهنا ده بنسميه ابلكيشن بوتوم، بدوس عليه بيطلع عندي نفس الحاجات اللي ممكن تكون انت شفتها في الاوتوكاد او في الريفت، زي نيو ان انا افتح ملف جديد، او اوبن افتح ملف يكون انا اتعمل قبل كده، حتى لو لوحه دي جي ان، او سيف، سيف از لو انا عايز احفظ نسخه جديده من الملف دوت، بحيث ان النسخة القديمة تبقى موجودة ونسخة ثانية، بحيث ممكن يكون العميل بعد فترة ممكن يرجع في كلامه، فيبقى عندي نسخة قديمة فيها الشغل اللي كان عاجبه قبل كده. اكسبورت بابلش، اكسبورت بصدر، ممكن اصدر ل 3 دي دبليو اف، ممكن اصدر دي دي اكس اف، بي دي اف، اف بي اكس، ممكن بابلش اعمل طباعة لعدد كتير قوي من اللوحات، ترانسميت، ايميل، برنت. اوبشن لو دخلت اوبشن هتلاقيها اغلبها نفس الحاجات اللي كانت موجوده في نسخه اوتوكاد عادي. تمام. وده برنامج من برامج البيم واللي مختصه بالشبكات. في برامج تانية لازم نبقى فاهمين كده ان كل برنامج ليه بدائل كتيره، فنبقى عارفينها حتى لو ما شغلناش عليها نبقى عارفينها. ده بيفيد في ايه؟ بيفيد ان انت يعني اول حاجه ما تعصبش البرنامج اللي انت شغال عليه، لا في برامج ثانيه ممكن يكون فيها مزايا ثانيه، فانت تشوف كل برنامج ايه الميزه اللي فيه. ممكن يكون في برنامج هيوفر عليك وقت كتير قوي تستخدمه في جزء معين بس، فهتبدا تشتغل عليه. تمام. وان شاء الله نشوف مع بعض حاجات كتيره كويسه باذن الله في مدونه ماوس البيم. في كتاب موجود على ماوس البيم اسمه دليل الشركات الى البيم، ده مفيد جدا لو شركه عايزه تبدا تشتغل في برنامج البيم. اي برنامج من برامج البيم هو برنامج عموما لكل برامج البيم، في الخطوات اللي انت ممكن تبتدي بيها كشخص وكشركه، وربنا يوفقك ان شاء الله.